القرار لقائمة الإضرار العام يحتفظ ضمن القرار، يحتفظ للدائرة المعنية بحق دعوة مدنية بس بحق الشخص للتعويض عن الأضرار. المدنية بعد الحاوية أنا بدي أطلعها. شوف منطقتنا كلتنا نكون الشوارع مالك بيجي عندي فساد مؤسسة، أي مؤسسة كانت سواء كانت خدمية أو غير ذلك، المؤسسة هذه راح يصير عندها عجز عن تنفيذ الخطة مالتها، الخطة مالتها اللي هي معدل خدمة المواطن. ليش؟ لأنه أنا بدلاً أنه أشتغل خطة شاملة للمدينة أو واحدة سكنية أو المجمع، أنا راح أبدي أمشي شغل فني، هذا شغل فلان وهذا شغل فلان وهذا شغل فلان، هذا يسبب لي عجز بالمؤسسة. ضمن مبادرة أطلقها السيد المحافظ نينوى المحترم السيد عبد القادر الدخيل في مكافحة الفساد الإداري والمالي، تقيم الدائرة المالية والإدارية قسم التنمية والدراسات مجموعة من الدورات والورش الخاصة بمكافحة الفساد المالي والإداري بالتعاون والتنسيق مع الدوائر منقولة الصلاحية ودوائر محافظة نينوى، من خلال وحدة تم استحداثها في هياكل الدوائر وهي وحدة البحث والتطوير. من خلال مسؤولية هذه الوحدة أقمنا ونقيم وسنقيم إن شاء الله مجموعة من الدورات والورش الخاصة بمكافحة الفساد المالي والإداري.